السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم تلاميذي الأعزاء، تلميذاتي العزيزات؟ هل أنتم بخير؟ إذا مرحبا بكم في الحصة الثانية من أسبوع التقويم والدعم. اليوم إن شاء الله سوف أداعمكم في التربية الإسلامية، وبالضبط في درس الاستجابة أصلي الصبح. إذا كما تعرفنا فصلاة الصبح هي فرض عين. ما معنى فرض عين؟ فرض عين بمعنى أنا من يجب أن أصلي صلاة الصبح، يعني بعيني. ما معنى بعيني؟ بمعنى أنا بنفسي. فطبعا لا يمكن أن أقول لأمي أمي أرجوك صلي لي معك الصبح، يعني لا يمكن. لذلك فأنا فيجب أن أصلي الصبح لنفسي وجميع الصلوات، فهي فرض عين بمعنى أنا التي يجب أن أصلي تلك الصلاة. مفهوم؟ أول شيء بالنسبة للصلاة أنها فرض عين. مفهوم؟ عدد ركعات صلاة الصبح، ماذا قلنا عن عدد ركعات صلاة الصبح؟ نعم أحسنتم، عدد ركعات صلاة الصبح 2، وتكون أو وتؤدى جهرا. مفهوم؟ ما معنى جهرا؟ بمعنى لا يمكن أن أقول مثلا بسم الله بصوت مرتفع، بل يجب أن يكون فقط صوتي مسموعا، لا يجب أن يكون يعني مرتفعا. جهرا لا أقصد بها الجهر بصوت مرتفع، بل مسموع. مفهوم؟ إذن يجب أن أصلي صلاة الصبح جهرا. هناك من يقول أن المرأة لا تصلي بالجهر، خاطئ. مفهوم؟ هذا خاطئ. إذن سواء المرأة أو الرجل فصلاة الصبح جهرية، إذن تبقى جهرية، يجب أن أصليها بالجهر كما شرحت لكم. مفهوم؟ وبالنسبة لي قلنا أنها فرض عين، عدد ركعاتها 2 وتؤدى جهرا. مفهوم؟ في الركعة الأولى ماذا أفعل؟ أول شيء إقامة الصلاة. مفهوم؟ أقيم الصلاة. ثاني شيء تكبيرة الإحرام. مفهوم؟ بمعنى الله أكبر. ثم أبدأ بقراءة سورة الفاتحة. والشيء الثاني هو أنني حينما أنهي قراءة سورة الفاتحة أقرأ شيئا من القرآن أو زائد سورة. ما معنى زائد سورة؟ بمعنى ممكن أن أقرأ سورة الفاتحة يعني لصغار سنكم، أقرأ سورة الفلاق، الناس، إلى غير ذلك، يعني من السور القصر، تسمى السور القصر. هناك من يقول كما قلت لكم السور القصيرة، خطأ، بل اسمها السور القصر. مفهوم؟ إذن يجب أن أقرأ سورة الفاتحة جهرا طبعا، إذن بصوت مسموع، زائد سورة بمعنى السور القصر، أو إذا كانت سورة طويلة من السور الطوال في القرآن الكريم فيجب علي أن أقرأ جزء من الجزء يسير من تلك السورة. مفهوم؟ الشيء الآخر أقوم بالركوع. بالنسبة للركوع أركع وأقول سبحان، كما تعلمنا أقول ماذا؟ جيد أحسنتم، أقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، ثم الرفع من الركوع. حينما أرفع من الركوع أقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم أسجد. في السجود أو في السجدة الأولى أقول يعني مثل السجدة الثانية، أقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات. ثم بين السجدتين كما تعلمنا في القسم، إذن حينما أسجد وأقوم وأجلس لازلت جالسة، إذن بين السجدتين أقول رب اغفر لي 3 مرات. هناك أدعية كثيرة لكن أنتم فقط احفظوا لي هذا، رب اغفر لي 3 مرات. مفهوم؟ هناك أدعية أخرى كما قلت لكم، مثلا رب اغفر لي وارحمني واهدني واعف عني وعافني وارزقني، إلى غيرها من الأدعية الأخرى. مفهوم؟ ثم السجدة الثانية نفس الشيء، سبحان ربي الأعلى 3 مرات.
ثم آتي بالركعة الثانية نفس الشيء، إلا الإقامة، لا، الإقامة تكون في بداية الصلاة فقط، مفهوم؟ تكبيرة الإحرام من جديد، قراءة سورة الفاتحة، شيء من القرآن أو زائدة، يعني سورة من سور القصار، ثم الركوع، ثم الرفع من الركوع، ثم السجود وبين السجدتين، ثم التشهد، مفهوم؟ في صلاة الصبح ليس فيها تشهد كما شرحت لكم، ليس فيها تشهد أوسط أو تشهد آخر، هناك تشهد واحد فقط، مفهوم؟ أتشهد ثم التسليم، مفهوم؟ إذن هذا فيما يخص صلاة الصبح. الآن سنقوم يعني شرح صلاة الظهر والعصر، إذن تابعوا معي وركزوا. إذن أنتقل إلى الصلوات الأخرى وهي صلاة الظهر والعصر، فهم؟ إذن بالنسبة لصلاة الظهر والعصر هناك خصوصية في هاته أو في هاتين الصلاتين، فهم؟ ليست كصلاة الصبح، مفهوم؟ يعني صلاة الصبح قلنا أنها ركعتان فقط، وقلنا أنها جهرية، وقلنا أنها يعني مفهوم الركعتين معا الفاتحة زائد سورة، ولكن صلاة الظهر والعصر لماذا جمعتهما لكما في درس واحد؟ لماذا؟ مفهوم؟ لأنهما متشابهتين، يعني صلاة الظهر تشبه صلاة العصر تماما، مفهوم؟ إذن بالنسبة لصلاة الظهر فهي صلاة أو يعني فرض عين كما شرحت لكم، إذن أنا من يجب أن أصليها، ليس أو لا يمكنني أن أكلف شخص آخر بأن يؤدي لي تلك الصلاة، مفهوم؟ بعيني، بمعنى بنفسي، مفهوم؟ جيد، إذن أصلي صلاة الظهر فهي قلت فرض عين، عدد ركعاتها 4 ركعات، هناك اختلاف ما بين الصلاتين، ما بين يعني صلاة الصبح وصلاة الظهر، هناك 4 ركعات وليست 2، ركزوا معي، هناك 4 ركعات، في الركعة الأولى هاته الصلاة هي صلاة سرية، يعني صوتي غير مسموع، مفهوم؟ هكذا، يعني لا يسمع صوتي، مفهوم؟ أقرأ السورة، يعني نفس الشيء مثل صلاة الصبح، أول شيء إقامة الصلاة، ثم أقوم بتكبيرة الإحرام، ثم أقرأ الفاتحة زائد سورة، ركز معي، في الركعة الأولى من صلاة الظهر أصلي أو أقرأ الفاتحة زائد سورة أو شيء من القرآن، ثم الركوع، قلنا ماذا نقول في الركوع؟ نقول جيد، نقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، ثم الرفع من الركوع نقول سمع الله لمن حمده، ثم السجود نقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات، مفهوم؟ ثم بين السجدتين قلت فقط، اعرفوا لي هذا فقط، ربي اغفر لي 3 مرات، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، السجدة الثانية سبحان ربي الأعلى 3 مرات، ثم الركعة الثانية نفسها مثل الركعة الأولى، يعني فاتحة زائد سورة إلى غير ذلك، ثم يأتي التشهد الأوسط، فهم؟ هنا في هذه الصلاة ألا وهي صلاة الظهر هناك تشهد أوسط وهناك تشهد أخير. بالنسبة للتشهد الأوسط يعني ثم أقوم بأوآتي بالركعة الثالثة، مفهوم؟ بالنسبة للركعة الثالثة هناك خصوصية، انتبه معي، الركعة الثالثة فقط الفاتحة، لا يمكنني أن أقرأ الفاتحة زائد سورة، مفهوم؟ إذن الفاتحة فقط، ثم الركوع، ثم السجود،
ثم الركعة الرابعة شبيهة الركعة الثالثة، مفهوم؟ إذن مثلها مثل الركعة الثالثة. ثم يأتي ما يسمى بالتشهد الأخير ثم السلام، مفهوم؟ نفس الشيء بالنسبة لصلاة العصر، يعني قلت هما شبيهتين، مفهوم؟ يعني صلاة الظهر تشبه صلاة العصر تماما، يعني ليس هناك أي فرق ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر. 4 ركعات سرية تؤدى سرا، 4 ركعات، مفهوم؟ إذن ليس هناك أي فرق ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر. والآن سأقوم بإعطائكم تمرين لتنجزونه، وسأترك لكم مهلة لإنجازه. إذن انقلوا معي التمرين إلى دفاتركم وقوموا بإنجازه. إذن انقلوا معي الآن. صلاة الصبح عدد ركعاتها كم من ركعة؟ في نفس السطر تؤدى، تؤدى ماذا؟ قلناها وشرحناها. ثم هنا في السطر الثاني في الركعة الثالثة، في الركعة رقم 3، مفهوم؟ من صلاة العصر أقرأ ماذا؟ قلناها أقرأ ماذا؟ ثم في الركعة الأولى من صلاة الصبح أقرأ ماذا؟ إذن في صلاة الصبح في الركعة الأولى ماذا أقرأ؟ إذن أعزائي التلاميذ سأترك لكم مهلة للتفكير ولإنجاز التمرين. إذن والآن أظن أنكم قمتم بإنجاز التمرين، سنقوم بتصحيحه. تابع معي. بالنسبة لصلاة الصبح قلنا كم من ركعة؟ عدد ركعاتها. جيد، أحسنتم، ركعتين فقط. إذن عدد ركعات صلاة الصبح 2، جيد. تؤدى ماذا؟ هل تؤدى سرا أم جهرا؟ أحسنتم، تؤدى جهرا، فهي صلاة قلنا جهرية. جيد، بالنسبة للسطر الثاني قلنا في الركعة الثالثة من صلاة العصر أقرأ ماذا؟ في الركعة رقم 3 من صلاة العصر، وقلت أن صلاة العصر تشبه صلاة الظهر تماما. إذن في الركعة الثالثة من صلاة العصر أقرأ ماذا؟ جيد، أقرأ فقط الفاتحة. جيد، أحسنتم، أقرأ فقط الفاتحة أو سورة الفاتحة. أحسن، أقرأ سورة الفاتحة فقط. جيد، أما هنا في الركعة الأولى من صلاة الصبح أقرأ ماذا؟ قلت في الركعة الأولى من صلاة الصبح
نعم جيد أحسنتم. أقرأ صلاة، عفوا أقرأ سورة الفاتحة زائد سورة أو زائد شيء من القرآن. إذن تلاميذي الأعزاء، تلميذاتي العزيزات، هذا هو الدرس من يعني أسبوع التقويم والدعم. إذن إن شاء الله نلتقي في الحصة المقبلة. مع السلامة.